فريق اتحاد طنجه ما وضعه الان، خصوصا وان انتشرت اخبار كتقول بان فريق كيعيش واحد الازمه ماليه خانقه، الطاقم واللاعبين ما تلقاوش المنح ديالهم، المستحقات ديالهم الماليه. كان عندكم اجتماع، ما مستخرجات هذا الاجتماع؟ اولا احنا جينا تحملنا مسؤوليه في واحد الطرفيه اللي هي صعيبه، فرقة في ادنى مستوى جد النقاط، وصلنا شدينا الفريق في حفوظ هي ماليه صعيبه. شنو الهدف من هادشي هذا كله؟ ماشي هو الاشعاع، ربما بعض المرات كيكون اشعاع ربما يقدر يحرقك. حنا غمرنا، شنو المغامره ديالنا كانت؟ هو على اساس ان اولاد هاد المدينه ناخذوا هاد الفريق. في البدايه اللي دخلنا ما سمعناش الكلام، اذا انتقادات ربما اذا جيتي تشتغل خصك تغمض عينك وتشد ودنك وتزيد. ربما نضنا حنا يدخلنا، ربما من النية ديالنا ربي جاب التيسير. بدينا كنشتغلوا، حاولنا ما امكن ناخذوا الفعل، الحمد لله مشينا بالنتيجة، خطوات ثابتة والنتائج كانت إيجابية. من جوج نقاط ل 21 نقطة، راه عمل جبار. أنا شنو قلت للساكنة ديال طنجة والجمهور مشكوران، ولاحظت مشيت لوجده التحقوا المعاناة ديال السفر اللي كيعاني من الانسان ماشي بالموطور تنوجد الحب ديالو دار الفريق. اذا حنا خصنا نكونوا من بين ديك الناس هادو فحال هذاك اللي مشى بالموطور، عندنا واحد الغيره على الفرق. الخلافات والصراعات ما خصناش في هذه المرحله، هذه المرحله هذه خصنا نكونوا كلمه واحده كطنجره من اجل نقضوا الفارق. حيت ما يمكنش واحد مدينة بوابة اوروبا وطنجة كتحدى بالعناية الملكية ديال سيدنا الله ينصرو، وانتم هضرتوا على التشتتات الأخيرة والمشاريع اللي دارت في طنجة، القرية الرياضية اللي كنتميزو بها وأهم ملعب اللي كنتميزو بها المدينة ديال طنجة، المناسبات اللي دازت منها المدينة ديال طنجة، ويكون واحد فارق في السيكوندا مايمكنش. إذا ما معنى خصنا تضافر الجهود ديال واحد مجموعة ديال الأطراف أكيد من أجل المساهمة. دابا كنمشيو لمدينة ديال طنجة، عندنا المنطقة الصناعية، في المنطقة الصناعية ديال المجد، المنطقة الصناعية ديال الزناية، المنطقة الحرة، المطار، المكتب الوطني للمطارات، مجموعة الشركات اللي ديال واحد مجموعة الشركات اللوطيلات غنسميهم اللي معروفين على الصعيد الوطني أو العالمي، وهاد الناس هادو مكتساهمشي في واحد المعاملة واحد الفارق. حنا كاش كنقولو دائما الرد المسؤولية بالمحاسبة. حنا اللي عطا شي درهم ربما نقدروا نشكروه ونقدروا نقولوا عطا ونقدروا نعليو به ونقدروا حنا نفتحوا راسنا كمكتب مسير. حنا ماشي في هذا التوجه. الفرقه كاين بعض الناس خارج اللعبه اللي كيحرضوا من اجل هذا الفريق ما يجيش قدام. دابا كفى الله وقف، دابا الساعه ديال واحد النظره اللي خصنا تكون مصلحه المدينه. هذا فارق ديال المدينه، ماشي بالحمامي، ماشي الشرقاوي، ماشي فلان، ماشي فارق الشرقاوي كيبذل المجهود، المكتب المسير كيبذل المجهود. اذا ما معنا جات واحد الساعه، والسيد الوالي مشكورا سي مهديه اللي هو استقبل هذا الرئيس المدرب ديال اتحاد طنجه، كاين شي عشاء ربما في الكولف في العشيه مع اللاعبين، ربما غادي يحضروا السيد الوالي. اذا الوالي المدينه عنده واحد الغيره. اذا ما معنى المسؤولين الساكنة ديال طنجة خصها تكون غيرة على هذه الفرقة كفا من الصراعات الخوية. كنقولوا المسؤولين ديال المدينة خصهم يساهموا بشكل أو بآخر في إنقاذ الفريق عبر مساهمتهم المادية أكيد. أكيد. إذا ما كايناش مساهمات لحد؟ كاين شي مساهمات بسيطة. ما غتحلش المشاكل ديال الفريق، فريق بحجم فريق اتحاد طنجة. سبحانه وتعالى دائما كنقولها، كاين بعض الناس كيجيو للجامعة كيستافدوا، شنو كيقدموا للمدينة؟ كاين بعض الناس استافدوا من خيرات المدينه ديال طنجة. في حال ما اذا هاد الاشخاص ما ساهموش حاليا وبقى فريق اتحاد طنجة في القسم الاول وبغاو يبانوا في الصوره، الحمامي غيخرج ليهم؟ لا، حنا نشوف حنا اللي بغى يبان في الصوره مرحبا به، ولكن يكون ولو علمية حسنه. لان كيف قال ان انا مجموعه من الاشخاص ما ساهموش مع الفريق في الوضع ديالهم، تكون النيه ديالو حسنه وما يكونش كيكاولس ولو يعيد مع الفريق. حنا نقولوا له الله يهديهم. المواطنين اللي داوم مع الفريق، المسؤولين ورجال الاعمال خصهم يساهموا. خصهم يساهموا. اكيد. صغيره على المدينه،
حيث الفارق في المستقبل المجين، حيث هو ولا شركة والشركة تسمى داخل المصارف. أكيد. هنا غادي تدخل الأمور واضحة، الفرقة شنو كتدخل، شنو المصاريف ديالها، وغادي توضح الرؤية. حيث كاين دابا المجال الجوي عجز حساب، كاين واحد مجموعة الأشياء، حيت دابا الناس مشات واحد النظرة على اتحاد الحرائق سابقا، وأنا كنعطي الفلوس وما كاين لا حاسب ولا رقيب وأنا كدا وأنا وأنا وأنا، هذاك الشيء هذا كله عزول. ديك الغموض كلشي غادي يبان، غادي تولي الشفافية والوضوح. حنا اللي عطا شي درهم غادي نقولو عطا فلان درهم، عطا سيد 10 درهم نقولو عطا 10 درهم. نذكرو الله خير. ونجيو باللوائح هاي، نهار الجمع العام غادي نشوفو غنقولو كنبور الفرق نهار الفلاني شنو دخل ها الفرقة. لاحظتو الاتحاد كانت كتخرج خارج طنجة وكتلعب هي كتأدي. صح. المبيت، الملعب، طنجة ما كتدخل حتى درهم في المونديال. شنو دخلت؟ بالايام اللي كانت لعبان برازيل. شنو دخل الاتحاد؟ ما دخل حتى درهم، والمداخل ديال كامبو هي اساسيه بالنسبه للاتحاد. شكون اللي كان كياخذ المداخل؟ ما كانش كان ما كيلعب الكامبو، ما كان كيلعب حتى واحد. الاتحاد كانت كتخرج تلعب خارج بلادها، كانت كتلعب في قنيطره، لعبت في جديده، لعبت في محمديه، كانت المدن مهجره مع الاسف. كانت كان الاتحاد كتمشي كتوفر له المبيت والنقل ديالو وعاد كتخلص الملعب. فريق اتحاد طنجة ان شاء الله كتوعد الجماهير انهم يبقاو في القسم الاول. حنا كنعملوا كل مجهود مجهودنا ان شاء الله، باقي عندنا امل باش نبقاو في القسم الوطني الاول.